السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. تمام، في الفيديو ده هنعمل حاجه مختلفه حبتين، وهو ان احنا هندخل جوه ارشيف سكريبتات هوليوود كده، وهنتكلم على فيلم جاستس ليج مورتل بسرعه. بس قبل ما نبدا كده، الفيديو ده مش عايز اقول لكم فيه القصه بتاعه صناعه الفيلم ده، ولكن خلينا نقول الحوار ده تلخيص بسرعه كده قبل ما ندخل في السكريبت بتاع الفيلم الذي لم يكن. فيلم جاستس ليج مورتل كان من المخطط انه ينزل في اول 10 سنين من سنة 2000، يعني كان المفروض ينزل على 2010 تقريبا، 2009 التوقيت ده، وكان هيكون من اخراج جورج ميلر. لو انتم عارفين مين هو جورج ميلر، عمل واحد بس ممكن يقرب لكم النسخة اللي انتم كان المفروض تحطوها في دماغكم لحاجة بالحجم ده. جورج ميلر هو اللي عمل يعني ماد ماكس، فيلم ماد ماكس فيوري رود، واحد من اخطر الافلام اللي نزل في 10 سنين اللي فاتت. ايوه، كان الراجل ده هو اللي هيخرج الفيلم ده، وكان مخطط اساسا الفيلم ده كان هيكون اغلى فيلم اتعمل في تاريخ السينما في الوقت ده. كان مخطط ان يتصرف عليه 300 مليون دولار. برضو علشان تقدروا تقارنوا، فيلم افنجرز اند جيم اللي هو يعني اكبر فيلم مارفل عملته اتصرف عليه 300 مليون دولار. ده كان في سنة 2019. الفيلم ده كان المفروض ينزل 10 سنين قبل فيلم افنجرز اند جيم، ولكن ما حصلش. ممكن تشوفوا الفيديو التاني اللي انا عملته عن قصة الغاء الفيلم ده، ان هو ما اتعملش وكل الكلام ده، ولكن ده مش الفيديو ده. في الفيديو ده احنا هنفتح السكريبت فعلا، ده اللي انا عملته، ان انا قريت السكريبت بتاع الفيلم وترجمته. ويعني ايه، خليني دلوقتي احكي لكم الفيلم كان هيكون عامل ازاي، كاننا بنعمل له مراجعة عادية، ولكن نفهم الشيء العظيم اللي كان ممكن يحصل ده ولكن ما حصلش لاسباب كتيره. وبرضه كان من الحاجات اللي عقدت الموضوع ان كان في سلسله افلام ذا دارك نايت بتتعمل في نفس الوقت، ويعني كان مخططين بقى ان زاك سنايدر هو كمان عايز يبقى يعمل مان اوف ستيل، فقالوا ان الناس هتكون مشتته، ان ما ينفعش يكون في باتمانين موجودين في نفس السينما. ويعني ايوه، كريستن بيل ما كانش هيعمل باتمان في الجاستس ليج بتاع جورج ميلر، فقالوا لا خلاص هنرك الموضوع ده كله على جنب. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، ويلا نبدا. الفيلم بيبدأ بجنازة ومونولوج من شخص من أعضاء فرقة العدالة. مين اللي بيتكلم؟ وندر وومن. وندر وومن بتدي مونولوج عن معنى السلام، معنى البيس، إن قد إيه هو شيء كلنا عايزين نوصل له، ولكنه شيء جدا جدا صعب. بنشوف اللوجوهات بتاعت كل أعضاء الجاستس ليج موجودين جوه الجنازة دي، هم شايلين الكاسكت وفي حد ميت. أعضاء الجاستس ليج حاضرين جنازة. نبص ونلاقي إن أيوة، اللوجوهات بتاعت أعضاء فرقة العدالة موجودة. عندك مارشن مان هانتر، عندك جرين لانترن، عند كلهم موجودين ما عدا باتمان. شاشة سودا قبل يومين، 2 days earlier. بنرجع ورا يومين وتبدأ أحداث الفيلم. بنروح لمطعم اسمه بلانت كريبتون، مطعم موجود. يعني ايه بفكرة المطعم ده؟ ان هو واخد ايه شكل كريبتون وبتاع، والفضائيين يعني اللي هو عشان سوبرمان شخصية مشهورة جدا في العالم ده، فعاملين مطعم بصبغة سوبرمان. ناس بتنحت يعني. مين اللي قاعدين في المطعم؟ باري آلين ومراته آيريس، قاعدين بيتكلموا مع بعض عادي جدا. مرة تانية افكركم، احنا كده رجعنا يومين ورا من قبل الجنازة دي، عاملين يتكلموا هنا وهناك بلا 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 كلام كده. على التلفزيون في صوت طلع، صوت مين؟ صوت وندر وومن. وندر وومن قاعدة تتكلم بشراهة مع رؤساء العالم، وعمالة تقول لهم لا احنا لازم نوصل للسلام، والسلام ده خلاص احنا وصلنا له دلوقتي. وده اللي تفهمه في العالم ده، ان العالم ده نوعا ما كان واصل الى سلام، ما كانش فيه قلق كتير، ويعني الدنيا حلوة ماشية حلو. وباري آلين معجب جدا بشخصية وندر وومن، شايفة ان هي فعلا واحدة عارفة تقول للناس الكلام اللي بيوجع لوصول لهدف معين، وهو فعلا ان كل الناس تكون عايشة جوه سلام. نشوف كده زي ما بتقولوا كاميرا مراقبة، تمام، في المكان ده، والكاميرا المراقبة دي جايبة باري آلين وكاتبة اسمه الحقيقي، وكاتبة ان هو فلاش، وكاتبة نقاط الضعف بتاعته. مرة واحدة ننقل لمشهد لسوبرمان، هو عمال بيعمل حاجات السوبرمان العادية، وبرضه نلاحظ ان في حد بيراقب سوبرمان وكاتب كل نقاط الضعف بتاعته. جرين لانترن نفس الموضوع، مارشن مان هانتر نفس الموضوع، لحد لما نوصل لباتمان، ولكن مفيش كاميرا مراقبة عليه. بل الحقيقة باتمان ده هو اللي عمال بيراقب أعضاء الجاستس ليج.
يدخل ألفريد على باتمان بيقول له عمال تعمل ايه يا بروس، اللي انت عمال تعمله ده عمال بتراقب الناس دول ليه، وبعدين انت قلقان ليه اساسا ما العالم عايش في سلام دلوقتي. فباتمان بيقول له ايوه الدنيا هدوء، هدوء زياده عن اللزوم، وده اللي مخوفني، مخوفني ان الناس اللي عندهم قوه خارقه دي مين اللي يقدر عليهم. ايوه هم دلوقتي حلوين وكل حاجه وهم ساعدوا ان يكون في سلام في العالم ده، ولكن لازم الواحد يخلي باله منهم. وباتمان بيستخدم سوفت وير اسمه براذر اي. براذر اي ده زي ما تقولوا قمر صناعي موجود فوق الكوكب، والقمر الصناعي ده هو اللي بيساعد باتمان ان هو يخلي عينه على كل حد ممكن يجي منه خطر. ألفريد بيقول لباتمان، بروس وين بيقول له خلاص سيبك من اللعب اللي انت عملت تلعبه ده واطلع فوق عشان في حفلة معمولة لك. باتمان بيقول له حفلة ايه؟ قال له حفلة عيد ميلادك، في ناس جولك عاملين لك حفلة مفاجأة وعيد ميلاد وكده. قال له طب ماشي. بروس وين يطلع ويحضر الحفلة بتاعته، يلاقي مين في الحفلة؟ يلاقي الناس اللي انت تتوقع انهم يكون موجودين في جاثم يعني، ويقابل مارشال مان هانتر برضو كان موجود في الحفلة دي، ولكن هو اضطر ان هو يمشي بدري من الحفلة، ولقى واحد اسمه ماكسويل لورد. ماكسويل لورد ده زي ما نقول يعني ايه نسخة ليكس لوتر ولكن بتاعة باتمان، ده يعني ابسط حاجة ممكن اقولها عليه، ولكنه راجل تشارمين كده لابس البدلة وبتاع عمال يكلم باتمان الند بالند والكلام ده كله، ففي الاخر بيخلص الحوار معاه وبيكمل قعد جوه الحفلة. ننقل لمارشن مان هانتر اللي هو ساب الحفلة بدري، طلع البيت بتاعه مارشن مان هانتر، ومرة واحدة مارشن مان هانتر بيتولع فيه، بيتحرق منين مش عارفين، بس مرة واحدة نلاقي ان الجلد بتاعه عمال يتحرق. للناس اللي مش عارفين مارشن مان هانتر يعني اكبر نقطة ضعف موجودة عنده هي النار، فمارشن مان هانتر عمال يتحرق في الشقة بتاعته، والحريقة تكبر، العمارة كلها اللي مارشن مان هانتر فيها هي كمان بتولع، والاخبار تبدأ تبث الحدث ده من التلفزيون. مين اللي بيشوف الحدث ده؟ باري ألن، وهو قاعد في المطعم، هو قاعد مع ايريس بيقول لها خلينا انا هخلع عشان اشوف الحوار ده. فايريس بتقول له يا عم انت خلاص الناس تانيين هتروح تساعده، يعني انت مش هتنقذ العالم كله لوحدك. فلاش يقول لها اوكي خلاص بيضحك مش عارف مين، يوم رايح علشان يشوف الحريقه اللي بتحصل دي. يروح هناك يلاقي ان مارشال مان هانتر عمال بيحصل فيه اللي بيحصل ده، فلاش ما يقدرش يعمل له حاجه. مين تانيين راح علشان يحاولوا يساعدوه؟ سوبرمان برضو راح حاول يساعد، ويعني الاعضاء بتاعه فرقه العداله الجاست ليج راح عشان يشوفوا ايه حوار الحريقه ده، ياخدوا مارشال مان هانتر لو الراجل عمال بيولع مش فاهمين ايه اللي عمال يحصل فيه. باتمان ينزل جوه الكهف بتاعه عشان يشوف الموضوع ده هو كمان، يحس بحاجة غريبة. نروح لنفس مشهد كاميرا المراقبة دي ونكتشف ان باتمان هو كمان بيتم مراقبته. مين اللي بيراقب باتمان؟ ماكسويل لورد اللي احنا لسه قايلين معاه، وجنب ماكسويل لورد في شخصية مهمة معانا، تاليا الجول، بنت راس الجول، الراجل اللي ضرب باتمان وبتاعه وكان في علاقة عاطفية بينها وبين بروس وين. فايوه تاليا الجول بتشتغل مع ماكسويل لورد، وباتمان هو كمان بيتراقب من براذر اي، وباتمان مش عارف. باتمان قلق من الحوار ده، حس ان في حاجه غلط من الطريقه اللي تم مهاجمه مارشن مان هانتر بيها، فنزل الشوارع، نزل الشوارع عشان يسال هنا وهناك، ممكن اي حد عارف يعني جاثم مليانه جرائم. فنزل العصابه كده مسكهم ضربهم، ومره واحده طلع له زي ما نقول روبوت كبير كده. الروبوت ده من غير اي تفاهم مسك باتمان نفخه، باتمان اتنفخ، باتمان خلاص ما كانش قادر يتحرك، مش قادر يعمل اي حاجه، الروبوت ده غلب باتمان بكل سهوله، وباتمان يا معلم يوم متاخد. كل ده وفي مصايب عماله تحصل، واه في نفس الوقت حصل مشكله مع جرين لانترن. جرين لانترن كان يا دوبك ماسك الخاتم بتاعه بيحاول يعمل حاجه، نكتشف ان جرين لانترن واحده واحده بدا يبقى اعمى. عمل ايه جرين لانترن؟ قرر ان هو يبعت نور كبير جدا من الخاتم بتاعه كاستغاثه، وفرقه العداله واندر وومن وسوبر مان والناس دول شافوا ان النور ده مال النور الكبير ده اكيد دي في حاجه غلط، راحوا وعرفوا اللي حصل لجرين لانترن هو كمان، ما كانواش فاهمين ايه اللي بيحصل. سوبرمان راح لمين؟ راح لاكوامان، قال له ان هو ممكن يقدر يساعد في الحاجات اللي عماله تحصل دي. فبعد ما راح لاكوامان كده بنشوف ان اكوامان مش اكوامان اللي هو موجود في دماغنا، اكوامان عنده دراع مقطوع وعامل دراع لنفسه من الميه. فاكوامان يقول لسوبرمان بقول لك ايه من الاخر، انت جاي عايز مساعدتي، انا مش عايز اساعد الناس بتوع الارض دول. فسوبرمان اقنعه وبتاع كده، قال له تعالى بس خلينا نشوف المصيبه اللي عماله تحصل. فاخذ اكوامان وراحوا على فين بقى عشان عرفوا ان في حاجه غلط بتحصل هنا؟ راحوا على الفورتشس اوف سوليتود. ومره تانية حاجه صغيره عايز اقولها هنا، انا بلخص بشكل مش طبيعي في الفيلم، الفيلم طويل جدا فيه احداث كتيره، ولكن انا عايز اخلص عشان في حاجه كتيره لسه هتتقال، خليكم معايا، اعمل لايك على الفيديو، خليكم معايا. بيروحوا على الفورتشس اوف سوليتود، القلعه بتاعه سوبرمان اللي مستخبيه في مكان ما محدش يعرف مكانها فين، علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل للراجل. يا عيني مارشال مان هانتر عمال بيتحرق ومش فاهمين ايه اللي عمال يحصل، والناحيه الثانيه عندك جرين لانترن اتعمى الراجل، ومره واحده نلاقي ان فلاش
هو كمان عمال بيتهز، عمال بيتهز بشكل مش طبيعي، بيتهز 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 لدرجة انه من كتر ما هو بيتهز اتهز ونزل في الارض، نزل لحد ما وصل لاعمق اعماق الارض، بعد كده طلع تاني من كتر ما هو عمال بيتهز بتردد مش طبيعي. فلاش قال لهم ان هو حاسس ان في حاجة غلط جوه دماغه، قرروا ان هم يتصرفوا، لازم يتصرفوا. جابوا جرين لانترن، وجرين لانترن مش فاهم اصلا، مش شايف اي حاجة عشان هو الراجل متعمي خالص، فجابوه كده اهو. بعد ما بدأوا يوصفوا لجرين لانترن اهو انت كده عند راس باري الين وبتاع، قدر بالخاتم بتاعه يعمل حاجة صغيرة كده وتدخل من جوه ودان باري الين وطلع حاجة من جوه راسه. طلع ايه؟ طلع نانو بات. عارفين النانو بات اللي موجودة في عالم مارفل السينمائي اللي توني ستارك بيعمل البدلة بتاعته منها؟ تخيلوا معايا حاجة زي كده كانت جوه راس باري الين. باري الين راح واخدها، بدأ يحقق على الموضوع، يعرف ايه الموضوع ده. اكتشف حاجة اسمها الاوماك. ايه هي الاوماك دي؟ بكل بساطة للتلخيص السريع، الاوماك دي زي ما نقول ايه، انيشيتيف او مبادرة كده تم اختراعها علشان يعملوا حاجات وحشة في العالم. ده التلخيص السريع. فكروا معايا فيلم كابتن امريكا الاساسي، كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، الناس اللي كانوا شغالين على السوبر سولجر سيروم، تمام؟ نفس الموضوع هنا في الاوماك، كانوا عايزين يعملوا جيش من الناس اللي عندهم قوة خارقة ولكن باستخدام تكنولوجيا النانو. ومن التحقيق بتاع باري الين بنكتشف ان نفس التكنولوجيا دي هي اللي كانت في الروبوت اللي هو حارب باتمان واللي خلى باتمان يتنفخ وما يقدرش يعمل اي حاجه. مره تانية نلاقي ان في هجوم جه على اكوامان هو كمان، ومن الهجوم اللي جه على اكوامان من النانو بوتس دي، الدراع بتاعه اللي هو كان عامله لنفسه من الميه وقع منه. مين اللي قدر ياخد الدراع بتاعه ده ويستفيد بيه؟ مارشن مان هانتر، يا عيني اللي عمال بيتحرق. فالدراع بتاع اكوامان اللي هو كان عامله لنفسه من الميه كون زي ما نقول كده طبقه من الميه حوالين مارشن مان هانتر طول الوقت، فبتمنعه ان هو يتحرق. واحده واحده بطريقه او باخرى برضو قدروا يصلحوا النظر بتاع جرين لانتر. اهو عندنا ثلاثه من فرقه العداله قدروا يعني ايه يخلعوا من الهجوم اللي كان جاي عليهم. يطلعوا على مين بقى؟ يطلعوا على الاستغاثة بتاعة باتمان في المكان اللي هو محبوس فيه. يدخلوا على باتمان كده يا معلم في اللير الغريب الجديد اللي هم فيه ده، ويلاقوا ان باتمان قاعد مكسور متبهدل حالته حالة. ايه اللي حصل يا معلم في باتمان هنا؟ ويقول باتمان ايه اللي بيحصل عن باتمان؟ ايه المصيبة اللي حصلة دي؟ احنا تحت هجوم دلوقتي فرقة العدالة، او ما كانوش فرقة العدالة لسه، بس احنا دلوقتي في هجوم لسبب ما. ايه اللي بيحصل هنا؟ قال لهم ايوه انا صاحب الهجوم ده. للناس اللي اتفرجت على فيلم جاستس ليج دوم او اريا الكوميك، هنا هو تيجي التوافق ما بين الكوميك بوك وما بين الفيلم. فيلم مستعير كتير من القصه دي من الكوميكس. الفكره بكل بساطه ايه؟ ان باتمان خايف من قوه الجاستس ليج، فباتمان مجهز ملفات لكل واحد منهم ان لو في يوم من الايام باتمان حاول يوقعهم يعرف يوقعهم ازاي، ولكن في حد سرق الملفات دي، وباستخدام الاوماك قدروا يسيطروا عليهم يبهدلوهم كلهم. المنظمة بتاعت الاوماك دي ايوه هي كانت شغالة ان هم يعملوا سوبر سولجرز، ويعني يعملوا ناس اقوية جدا والكلام ده باستخدام النانو تاك، ولكنهم قرروا ان هم يلغوا البرنامج ده ويدخلوا على برنامج تاني. البرنامج التاني اللي كانوا داخلين عليه كان بيركز اكتر على التليباثي، كان بيركز اكتر على السيطرة على العقل. اكتر من 1,000,000 شخص تم التجربة عليهم علشان يقدروا يسيطروا على عقول الناس التانية. من 1,000,000 شخص اللي تم التجربة عليهم دول كلهم ماتوا ما عدا شخص واحد بس هو اللي كان التجربة الناجحة. مين الشخص الواحد ده؟ ماكسويل لورد. ماكسويل لورد بيقدر يسيطر على العقول، وهم دلوقتي جولوا لحد عنده ويسيطر على عقل مين؟ سيطر على عقل سوبرمان. مرة واحدة واحنا مش واخدين بالنا مش فاهمين اللي بيحصل، لقي سوبرمان يدي بوكس الواندر وومن يطيرها، وواندر وومن دلوقتي داخلة في خناقة مع سوبرمان، وانت عندك اوريدي في 3 من الجاستس ليجز يا دوبك لسه بيتعافوا من الهجوم اللي جه عليهم، وماكسويل لورد عمال دلوقتي مسيطر على سوبرمان. سوبرمان طبعا قوة كبيرة جدا، فماكسويل لورد عمال بيجيب دم من كل حتة من وشه، ولكن دلوقتي هو بيفوز خلاص. الجاستس ليج دلوقتي تقريبا كلها هتتدمر، وفي لحظة العنف اللي مش طبيعية دي وسوبرمان خلاص ماسك واندر وومن وعمال نازل فيها ضربه وهيموت واندر وومن دلوقتي، باتمان بيجيب كل القوة اللي لسه متبقية عنده وبيكسر راس ماكسويل لورد، بيقتله قتل. انتوا مش فاهمين اللي بيحصل. وكل ده وانا بقول لكم ان لسه احنا كده زي ما نقول ايه، وصلنا لسه يا دوبك نص الفيلم. الفيلم لسه فيه حاجات تانية كتير، وفيه حاجات كتيرة انا سايبها، بس نقف وقفة بس عن الفيلم. مشهد زي ده لما الواحد يقعد يتخيله بعد ما قريته من السكريبت، حزن مش طبيعي ان عمرنا ما نقدر ناخد حاجة زي كده على الشاشة خالص.
قصة في منتهى الخطورة. يعني انت عندك اساسا يعني باتمان معروف بالكود بتاعته الوحيدة ان باتمان ما بيقتلش، ولكن برسم المشهد اللي في منتهى العنف ده انت بتشوف باتمان بيتكسر، باتمان خزل فرقة العدالة، باتمان نوعا ما حس ان هو خانهم. هو باتمان اللي بيحصل للناس دول، سوبرمان والوندر وومن والفلاش وجرين لانتر ومان هانتر، باتمان هو السبب فيه، هو السبب ان هو كتب الملفات دي على الناس. فاللحظة دي هو بيتكسر وبيلاقي ان الحل الوحيد اللي موجود عنده ان هو يقتل الحاجة اللي باتمان عمره ما يعملها، وقتل ماكسويل لورد. ولكن مش هي دي النهاية، كان فيه خطة تانية، خطة تانية من جانب طاليا الجول. طاليا الجول اللي كانت بتشتغل مع ماكسويل لورد، ايه الخطة اللي عملتها؟ بصوا في تعقيد كتير في الموضوع ده، ولكن نفس الموضوع، استخدمت الاوماك والنانو تيك علشان تشبك نفسها مع البراذر اي اللي هو نظام المراقبة. واول لما شبكت نفسها مع البراذر اي تحولت هي كمان لروبوت كبير جدا زي اللي كان ضرب باتمان في البداية، واللي عملته بعد كده عشان دلوقتي هي بقى عندها قوتين، قوة ان هي بقت روبوت ضخم كبير كده، وبرضه قوة ان هي تقدر تسيطر على عقول الناس. حولت اي حد دخل جوه تجارب الاوماك دي في الفترة الطويلة اللي كانت الاوماك موجودة الى روبوت. فانت عندك ملايين 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 الناس حوالين الارض كلها اتحولت مرة واحدة لروبوت، خطر مش طبيعي في العالم كله. وعلشان تقدر تدخل لفرقة العدالة من جواهم نفسهم، راحت مسيطرة على مين؟ مسيطرة على باري آلن. فباري آلن دلوقتي اندمج مع أقوى روبوت أوماك موجود، وتبدأ الخناقة، تبدأ المجزرة حوالين العالم كله. العالم كله دلوقتي مليان روبوتات، والروبوتات دي ماشي عمالة تقتل في بعض. مين أكبر روبوت احنا شفناه في المكان ده كله؟ هو الروبوت بتاع طاليا الجول اللي هو عنده القوة بتاعت البراذر آي وقوة الأوماك كلها، اللي دلوقتي مدموج مع الفلاش، مدموج مع باري آلن. سوبرمان ما بيسميش، يوم واخد الروبوت الكبير ده يطلع بيه في الفضاء، يفضل يخبط فيه، يضرب فيه، ولكن حتى الروبوت قوي لدرجة ان هو قادر يقف الند بالند مع سوبرمان. وبرضه الروبوت ده عنده القوة بتاعت الفلاش، ولكن بعد ما سوبرمان اداله كام ضربة محترمة كده، فلاش اللي جوه صحي، وفلاش استوعب الموقف اللي هو فيه وان في دلوقتي حاجة بتحاول تسيطر عليه. فلاش يقرر يعمل ايه؟ فلاش يقرر ان هو يدخل جوه السبيد فورس، قرر ان هو يفضل يدخل يهز نفسه بتردد عالي جدا، يجري بسرعة مش طبيعية، ان هو دلوقتي خلاص قرب يدخل الى سرعة الصوت، سرعة الضوء مش سرعة الصوت وباللي احنا فاهمينه من الافلام يعني والكلام ده. انت خلاص اول ما توصل لسرعة الضوء انت دلوقتي هتلعب بالزمن 100%، في لعب بالزمن هيحصل. ولكن مش هو ده اللي حصل. اللي حصل ان اول لما باري ألن استرجع وعيه قال للجاستس ليج اوكي واضح ان في مشكلة هتحصل دلوقتي، واضح ان احنا كلنا خلاص هنتبهدل ولازم نتصرف في الموضوع. انا دلوقتي عرفت اسيطر على اقوى اوماك موجود، ولكن ده ما يمنعش ان انا هفضل مسيطر عليه وقت طويل، ودلوقتي في ملايين ملايين من الروبوتس دول موجودين حوالين العالم، فاظن ان انا لازم اتصرف. باري ألن بيجري بسرعه مش طبيعيه. بيجري على فين؟ بيجري على مراته ايريس ألن، بيجري لها طبعا، بيجري بسرعه مش طبيعيه جدا. خلاص باري ألن بيمشي مع سرعه الضوء كده واحدة واحدة، فكل حاجة حواليه واقفة. بيوصل لأيريس بيبص عليها بصة أخيرة، وبعد كده باري ألن بيعمل إيه؟ باري ألن بيجري حوالين العالم كله، بيقتل كل روبوت أوماك موجود، بيبهدلهم كلهم، بيوديهم كلهم في ده، خلاص بيمحي الأوماك من الأرض كلها. متبقي أوماك واحد اللي هو اللي مسيطر على باري ألن، وباري ألن بيعمل التضحية النهائية. باري ألن بيقتل نفسه علشان ينهي الأوماك وينهي الشر ده. خلصوا اليومين، نرجع لأول مكان بدأنا فيه في الفيلم. الجنازة اللي كانوا حاضرينها في أول الفيلم هي كانت جنازة باري ألن، باري ألن اللي ضحى بنفسه علشان ينقذ العالم كله. الفيلم ده ما اتعملش ليه؟ أنا مش فاهم ليه الفيلم ده ما اتعملش. يعني ما تفهمونيش غلط، انا بحب الزاك سنايدر كات بتاعت الجاستس ليج، بس انت بتتكلم دلوقتي في فيلم يعني ما كانش محتاج افلام قبل كده، ما كانش محتاج يعني 500,000 فرانشايز تتعمل علشان في الاخر نبني للجاستس ليج، ما كانش محتاج البيزنس موديل بتاع العالم مارفل السينمائي 100,000 فيلم اللي اتعمل علشان في الاخر تعمل فيلم افنجرز. لا، هو كان قصة واحدة، جاستس ليج مورتل كان قصة واحدة بمخرج أكبر من عبقري، مخرج تثق فيه بكمية الفلوس دي، بكاست جديد، كله جديد، كله وجوه مش وجوه جديدة يعني، لكن وجوه جديدة تلعب الأدوار دي، ولكن عمرنا ما خدنا
القصة دي. عمرنا ما هنشوف الفيلم ده، مع انه فيلم مان لما تقراه كده فعلا اللي هو ماذا لو الفيلم ده كان اتعمل بجد في يعني في سنة 2009-2010 كده، يا لهوي يا لهوي. وبس يعني هو الفيلم بينتهي على كده. والفيلم برضو في تفصيلة كانت اتحطت في الفيلم ده انا ما قلتهاش، بس ايه، في حاجات كتيرة في الفيلم، الفيلم طويل المفروض، يعني الفيلم كان هيكون طويل جدا، ففي حاجات كتيرة نشتها. ولكن والي ويست اللي هو الفلاش الثاني الاصغر كان ليه دور في الفيلم ده وبيظهر في الفيلم. وفي الحقيقة والي ويست بيكلم باري ألين، وباري ألين بيقرر ان هو يعمل ان هو يضحي بنفسه يعني، والكلام ده بيكلمه وهو بيحاول يجري، بيحاول يجيب باري ألين بس مش عارف يجيب باري ألين عشان باري ألين بيجري بسرعة اكبر منه بكتير. فباري ألين بيشرح له بيقوله ان انا هقتل نفسي ولازم عشان ما ينفعش، وممكن يسيطروا على الماك اولترا اللي هو اللي لابسني دلوقتي مش هينفع يكون موجود وبتاع الكلام ده، لازم اضيع كل الاوماكس اللي موجودين والكلام ده. فاللي بيبدل الفلاش في الجاستس ليج اللي بتتكون بعد كده هو والي ويست مش باري ألين. والفيلم بينتهي بكده، الفيلم بينتهي بتكون الجاستس ليج، وباتمان بيعتذر بيقول لهم اسمحوا لي يا الرابع والله ما كانش قصدي انا اسف. ولكن لا، بينتهي بسنتمنت احسن من كده، بينتهي بان سوبرمان بيكلم باتمان وبيقول له يعني صلي على النبي يعني احنا ناس حلوين وبتاع والكلام ده، وبرضه انا فاهم الناحيه اللي انت جاي منها مش غلط بس بخلي بالك من المره الجايه وبتاع والكلام ده. وبس ده كان عالم هيتعمل بعد كده بقى، ممكن في قصص تانية تعمل بعد كده، كان في دارك سايد ممكن يجي ما تفهمش. بس انا كنت اراها ان اختيار عبقري جدا ان اول فيلم الجاستس ليج، اول ظهور للجاستس ليج في الشاشه الكبيره ما يكونش الخطر الفضائي اللي جاي من السماء، الخطر بتاع ثانوس او لوكي او مش عارف مين اللي احنا تعودنا عليه بالافلام البلوك باستر، بل لا، ان يكون واحد من اكبر الاخطار اللي بتواجه الجاستس ليج واللي بتخصبه من هم يجمعوا مع بعض يكون واحد بشري عادي، ماكسويل لورد فيلن عبقري ان هو يكون اول فيلن للجاستس ليج في الشاشه الكبيره. ولكن الموضوع ده عمره ما حصل وصعب ان هو يحصل. ايوه انا اتمنى حتى ان انا اشوف نسخه انيميشن من الفيلم ده، هتكون جدا جدا رائعه. هو في نسخه مشابهه ليها اللي هو فيلم جاستس ليج دوم، انصحكم ان انتوا تروحوا تتفرجوا عليه، بيحكي قصه قريبه من القصه دي، ولكن برضو لما تحط الاليمنت بتاع ماكس واللورد وقصه الاوماك، وبرضو تاليا الجول ليها دور كبير جدا كفيلن في الفيلم ده. انا متضايق ان انا اصلا عملت الفيديو ده دلوقتي. يا الله الواحد كان نفسه الحاجه دي تحصل، لكن اللي موجود عندنا دلوقتي حلو. خلينا نشوف فيلم فلاش بوينت اللي هيتعمل هيحكي قصة عاملة ازاي، هل هيعمل ريبوت للفرانشايز كاملة مش عارفين. ولكن اعزائي المشاهدين علشان ننهي الفيديو الطويل جدا ده، دي قصة فيلم جاستس ليج مورتال الفيلم اللي ما كانش. وبس اعزائي المشاهدين عرفونا ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم في القصة بتاعت الفيلم دي. السكريبت كامل موجود على النت، انت بس اعمل سيرش جاستس ليج مورتال وهتلاقي السكريبت موجود. ويعني بجد انا بتضايق لما اقعد اشوف حتى الستوري بورد ارت اللي كان معمول للفيلم ده اللي كانوا خططينه للفيلم ده. فايوه لو عايزين تكملوا بحثكم من هنا وتعرفوا اكتر عن اللي حصل ما وراء الكواليس ليه الفيلم ده اتلغى والكلام ده، كملوا البحث بتاعكم. ده بس كان فيديو بيحكي قصه الفيلم المفقود ده. عندنا الميم اوف ذا داي، شكرا لو عايزين تشوفوا ميم زياده جروب القناه بتاعتي على الفيسبوك، كل الروابط المهمه هتلاقوها موجوده في الديسكريبشن تحت في السوشيال ميديا بتاعتي وكل الكلام ده، ونكمل النقاش في الكومنتات بتاعت الفيديو برضو على السوشيال ميديا. سوشيال ميديا فولو على انستغرام وتويتر واي حاجه على السوشيال ميديا محمود اسماعيل تي في. شكرا على متابعتكم، انا عارف الفيديو طول ولكن انا بقول لكم شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لحد دلوقتي. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو ده فعلا بيساعد. وايوه نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.